إذا نرفض زيارة قادة الحزب في هذا الطقم المحتل، وبالتالي ستكون هناك وقفة إن شاء الله غدا الخميس في نفس النقطة الحدودية للتصدي لمثل هذه الزيارة السياسية، وتليها وقفة يوم الجمعة كذلك تحديدا للذكرى 513 لاحتلال مالي ليبيا. وإذا كان العنصريون الاستعماريون في مالي ليبيا يفرحون بهذه الذكرى، ذكرى 17 سبتمبر، فنحن نغتنمها فرصة لنجدد مطالبتنا برحيل قوات الاحتلال الإسباني عن مالي ليبيا المحتلة. وستكون بطبيعة الحال فرصة لنجدد فيها مطالبتنا إسبانيا بالدخول في مفاوضات جدية ومسؤولة مع المغرب لإنهاء التواجد الاحتلالي حتى لا يجد الحزب الشعبي ولا قادة الحزب الشعبي أرض يدنسونها كما يدنسون هذه المدينة التي يرفع فيها الأذان 5 مرات يوميا. شكرا لجميع الزملاء الذين تتبعوا معنا هذه المحطة النضالية. Rashid, 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 Rash